السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وش أخباركم؟ إن شاء الله تمام. جيناكم بيوم جديد ومقطع جديد مع الحلو. جينا اليوم إن شاء الله بنقضي يوم كامل في البحر. حاليا تقريبا حنا من الساعة 8، بس أنا توني بديت أصور. الساعة حاليا تقريبا 12:30، الله يكتب لنا في الخير. هذا تو حلو الحلو جاي، نبغى نوريكم طريقة صيد السلوس. هذه الميادير، ثواني يا حلو، هذه الميادير اللي انا استعملها حقت السلوس، مقاس 20، 100 حبة اخذها كرتون تقريبا 8 ريال سعره الى 10 ريال كذا. هذه الميادير الصغار حلو، هذه الطفاحة بيد الحلو، وخيط مقاس 30 20 30 40 كذا. شوفوا هذا الميدار، شايفين الصغرى؟ صغير حق السلوس. ميدار واحد، الحين بيربط الحبيب، نجهزه حق سلوسي. شوف شيل ودي ربطة عادية، بس انها تكون قوية شوي عشان يمسك صح. وكذا خلصنا، خلاص هذا خلصنا. الحين باقي الخيط، هذا الخيط تقريبا طول متر، هذا الخيط بيربطه من تحت في المداور اللي تحت. بعدين يربطه في العصا. هذه الطفاحة حقت السلوس، هذا افضل شيء للسلوس، للصافي، للاشياء الصغيرة. جاهزين الحين نحطها في العصا. طبعا اثنين، او في اثنين تقدر تحط اثنين، بس احنا نفضل واحد اسرع. وبسم الله يلا برزقتها. الحين نرجع لكم على العصا ان شاء الله. هذا الحبيب بحلا قاعد يضبط لنا ماكينتنا. اهلا وسهلا شيمانو سيدونا، كنا نسوي عليها كاست، جانا عليها كم مشكله فيها. عندي كان الخابور يتحرك حقها، فيها في فضاوة ودنيا. عاد بحال اخبر مني بهذا السوالف، ما شاء الله يعطي العافية شغال عليها يضبط لنا الامور. عشان تستمتعون اكثر بحط لكم سنابه يصور اول باول في هذه الاشياء، وهو خبرة ما شاء الله عليه، واكثر شيء تخصصه في مكاين البن. تبون مكاين بن ما شاء الله ما يحتاج. هذا الحبيب بحلا الحين خلص الامور، ضبط لنا الخابور، هذا هو الحديدة، هذه كانت تتحرك الحين ضبطها. الحين بدأ يطبق الماكينة يشحمها، هذا الزيت بيزيتها، نضبط الامور. يعطيك العافية وما قصرت يا عسل. يعافيك رب العالمين. هذه الماكينة بعد ما صلحها بحلا يعطي العافية ما قصر. بسم الله، هذه الطريقة. حطينا القفل، الحين ربطينا في الخيط على الطفاحة، وهذا الرداع حقنا حاط حاليا قطعة من سلس، قطعة سلس من لحمة السلس، ما عندي روبيان، كله يمشي. نقول بسم الله على بركة الله. بسم الله بسم الله، هذا أول الخيط. سلوسي سلوسي ما شاء الله، حجم طيب بعد ما شاء الله تبارك الله. اصلي فرش فرش، الحين نقطع هاي وبرزقتها ان شاء الله. بسم الله، هاي 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 حلو سنجل سنجل سنجل. بسم الله خله خله انا بعدين ابدأ. مجمعين يا رب ما شاء الله. هذا السنجل قطت عصا الحين، الله يكتب لنا في الخير. هذا السلس فرش فرش،
خليه في الماي عشان لا يموت زي ما انتم شايفين. بسم الله قطة عصا الله يكتب لنا ذي في الخير. نقول بسم الله. يلا على بابك يا كريم رزقتها ان شاء الله. ما شاء الله هذا الثاني عبي عبي ما شاء الله تبارك الله. اصلي هذا الثاني ما شاء الله تبارك الله الله يبارك ما شاء الله فرش فرش ابو حدا شكا من الذيل ما شاء الله. بسم الله ودي سلام بعدك سلام راحة ما شاء الله ثلاثي العدل ان شاء الله في حلقها ان شاء الله الحين ودي قطة عصا ما شاء الله فرش فرش ما شاء الله تبارك الله الله يجيبها الله برزقتها ان شاء الله. طبعا كل العصي هذه قطع على سلوس ان شاء الله. هذا السلس الثالث هقول وثلاث سلوس ما شاء الله يا الحجم. اصلي اصلي شرد 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 ابو حلا ودي ما شاء الله حجم طيب. هذا احنا حاليا غيرنا مكاننا جينا مكان ثاني قلنا نغير جو نغير مكان لان بدا يصير زحمه. هذا الحبيب يسوي عشانا شب 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 بحري بحري الله الا بحري بحري الا بحري بحري. الحين ندور قباقب. هذا قبقب بس صغير نافيه ما ينفع. لا 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 صغير بقى. لا لا نبغى كبار. هذا 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 عدل طقه طقه هات هات بسم الله ما شاء الله. هذه ناثية ذكر ناثية ذكر ناثية جيبه ناثية ها ذكر ذا قلنا له قال ناثية قول بسم الله كفو زين زين زين. هذا الحجم اللي ندوره ما شاء الله اصلي ما شاء الله. هذا عشان اليوم ما شاء الله العروس الطيبة هنا الحبيب بحلا. يلا والله هيا الله جوازان زانت الطلعات اي شغل ما شاء الله. هذا شبنث والبقدونس وكزبرة هنا قباقب وهنا قباقب ودي هنا ما شاء الله بدا يفوح الشاب شاب من البحر على النقله على طول شاب شاب. الله هذا حطينا القباقب غسلناهم فرش فرش. هذا اللي ها تونا صايدينهم وفي من اللي قبل وهنا تشاب 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 ما شاء الله قام يقلب ما شاء الله. الحين يبهرون السمك قاعد يحط بهاراته الخاصه محمد. الله اصلي اصلي ما شاء الله تشاب 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 تشاب. هذه اول واحده خلاص خلصت. هذه ثاني الحين يبهروها نضبطها بعدها على الفحم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابي والله تبارك الله سمكه العروسه ما شاء الله. ايش بنت ايش بنت الحين بدا يقصدر الحلو. لفيتوا لفيتوا ان شاء الله جاهزين. هذيلا جاهزين. عاطرين النار. ننتظر بس الفحم. وشير ودي. الحبيب بدأ يحط لنا الخلطة حقته. هذه كريمة. وشاب شاب. حط حمسة أول. ثوم وزبدة حمسهم. شوية بهارات. عطى. الله. هنا القباقب ها اصلي اسلم يمينك والله ما شاء الله. نزل نزل شب شب ما شاء الله. ها
هذه الخلطة السرية. الله يا حبيبي. لا 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 ايده وسخة. ليش انتقام والله. خلنا ننقي. القباقب الله شب شب الله اليوم كله بحري بحري مش بعد محار يا سلام يا سلام وهنا سمكتنا العروس الثنتين بعد شغل سندويتشات نولع الشباب قاعدين الله يبارك يا رب امين. الحين حطينا السمك على النار على الحطب على الفحم الفحم مو بالحطب ودي ودي ننتظره لين ما يستوي ان شاء الله. والحين حطينا الرز ابيض مع شويه ثوم عشان يعطينا شويه نكهه طيبه ننتظره يطبخ عشان نسوي عشانه. الله الله بسم الله نقول بسم الله الله اصلي هم شايل حكاكه انا شوف مفطور الله الله يا ليت وينه ما شاء الله اصلي وينه شوف ما شاء الله نثري نثري ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك العافيه يا الكندري يعطيك العافيه خله يولى ابو حلا ما سوى شيء اي والله عبد الرحمن ما في الا قاعد يطقطق علينا ابو حلا ما شاء الله 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 اصلي شب شب بس بس عندك 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 بس الله ان شاء الله يكون انكم استمتعتوا واستفدتوا. وهي الطلعة كانت عبارة عن وناسة تغيير الجو زي ما شفت حاولنا قطينا عصي حدقنا بس ما الله كتب فقلنا نخليها في الليل كذا على عشوة طقطقة شوي سوالف نغير جو لان حاليا بعد الاجواء بدت تزين والشتوية خلاص ما باقي لها شيء فقلنا نخليكم تستمتعون معانا بدل القطعة اللي راحت لفترة اللي فاتت قلنا نرجع لكم مرة ثانية والله يكتب لنا ولكم اللي في الخير يا رب والله يرزقنا جميع إن شاء الله صبحكم الله بالخير جميعا إن شاء الله أخبار إن شاء الله تمام رجعنا على هالمنطقة الطيبة اللي كنا نطلع منها الكناعد هذا حبيب هذه قبة الحبيب أحمدو جاي قبلي ما شاء الله هذا العنبو محمد مرسلين والله يكتب لهم اللي في الخير وعلى وصولنا ضربة قبة ابو محمد قاعد يرسل قاعد يسحب حيو حيو شو الاخبار شو علوم هذا هلا ان شاء الله هذا الحبيب ابو محمد زمان زمان يا حلو ما يطلع الا في الشتوية ها خلاص شتوية بس شتوية ما شاء الله ما شاء الله تيشيرت كان عدا كان عدا ما شاء الله في شنعودي شنعودي الله ما شاء الله يا الله فالك هالثنتين ان شاء الله يا كريم يا الله يا كريم بسم الله ايوه اخيرا شفناك اخيرا طلعت والله انتم تطلعون في الليل افا نظامكم ليلي احنا نظامنا صباحي صباح احنا صباح ما احنا برزقتها ما شاء الله برزقتها ان شاء الله احنا في الليل شير ودي احترقنا من الشمس ما قلنا بس هذا ابو محمد رجع لون الحين رجع لون من ثلاث ايام من ثلاث ايام رجع لون طبعا ابو محمد ما يطلع الا في الشتويه بس صيف خلاص اعتزل من الصيف نعم خلي الشباب اللي يطلعون ايوه نقول احنا ندور بس الشتويه حق الشنعده استعجلتوا يا تخدعنا ابو محمد والله بس ها كم خدعك من السحب وين راحت قص انت وين سلسك
وال اي سلس في ثراثي بس والله فصفصوه فصفصه اي يلا معوض خير. هذا الحبيب تو جايبو حلا غلا وغلا الله 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 شش يسكر فم لتويلمي مغط الله بدلم بدلم حق الشن عودي حق الشن عدا الله يرزقك يا رب وياك ان شاء الله ما شاء الله فالكم 20 ان شاء الله. هذا الحبيب بو حلا سلوسنا عنده حاطينها عنده لان ما كان عندي ثلج ما كان فيني حيل اجيب ثلج فنقول بسم الله طلعنا من هالسلوس الطيبه يا الله كريم ما شاء الله 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 الله, الله. ها السلسل عدل ما شاء الله حطهم زي كذا حط الثلج فوقهم طبعا في ثلج تحت وثلج فوق عشان لا يخرب حتى شوفها رملة بزفرتة باقي زي ما هي نخليهم حق بعدين حق ها 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 ابو محمد ما شاء الله حقك ابو محمد اكبر ايش رايك راحوا ايش رايك نفس الشيء نفس اللي عندي لا ادري انه في اكبر منه بس لا هذا مقاس زين هذا مقاس زين عدل هذا عدل انا احب هالمقاسات هذا مقاسات الله يرضى اجمعين أنا سنترى. أبو محمد عنده كذا. والله نفسه. قشع. بتحدى. مرسل أنا نفسه. وليش ترسل من عنده؟ لأن أحمد هناك ترى. في البحر. أنا بعيد بعيد. إيه بعيد إيه إيه. إن شاء الله هذا السلس الزين. تدخل السوق. هذا ثراثي نركب من هنا. إيه خله ثراثي من هنا. الثراثي الثاني ايه خلاص غير غير خلاص بسم الله الساعة كم حلو من الساعة 6 شباب مرسلين من الساعة 6 ما شاء الله الحين بيبدون يسحبون يرجعون جدد قبل لا يطيح الهواء زي كذا الحين نركب الثراثي الثاني بسم الله الله يا كريم زي كذا الامور طيبة نرجع من نفس المكان ذين الذيل لو النهار توا ترى شد الهواء هرزقه هرزقه يا الله اجمعين يا رب ترى الحبة بعشرة ابشر ابشر بالجن ايوه يطلع لك الله شيل ولا زين اللي بيطلع لك خلاص يا صايده يا صايده وقاعد تتمشى بسم الله والله خصاوي ها يعني جايب خصاوي يا خصاوي هذا السلس جاهز ان شاء الله هذا الثراثي ترى واحد طلع امس كان عدا ما شاء الله اي والله امس العصر مطلع كان عدا ما شاء الله هذه ثراثي هنا هذا الثراثي الثاني ودي برزقتها ان شاء الله هذا السلس سلس سلس افا قارض يلا يلا ودي بسم الله نزلنا القبة الطيبة الاسترالية جديد جديد حقة الموسم الله يكتب لنا اللي في الخير الله يرزقنا ان شاء الله بتوني طيحت ما راحت مسافة لان الهواء قلب فقلنا برزقتها الله يكتب لنا اللي في الخير يا رب ما شاء الله تبارك الله تونا واصلين ضربة عصر بشر فكت يلا معوض خير معوض خير ما الله كتب توها ضربة عصر بحلة ما الله كتب ما شاء الله طلعوا لهم الشن عدا وصلت وصلت ما شاء الله شوف شوف الحجم ما شاء الله تبارك الله حجم اصلي الله واخيرا واخيرا شفناها الحلوة ما شاء الله هذه السمرة شوف ما شاء الله تبارك الله شوف باقي سيمها بفمها هذا ثراثي على سلس ايه ما شاء الله يلا يلا اللي بعده اللي بعده ان شاء الله ايه هذا السلس الطيب تونا شاكين هوا قلع الحق ما تلحق وبرزقتها ان شاء الله بسم الله هذه الارسالية الحين
ابشر ودي. اذا تحت اي عصا لا تسحب على طول، خلها تسحب. اي عشان كذا انا قلت خلها تسحب، خلها تاخذ راحتها. بسم الله عليكم الشباب متحمسين. يجي يجيب يجيب الله خير ان شاء الله. امين. رجع الاسرع شوي الحين زي كذا. هذا سلسلة القايس. يا صدق انا اخذت المقصوص على الباب بعد. لا انا هذا من عندي. لا في مقصوص بعدين سولف معاي، مو وقتك الحين. انا قاعد ارسل لو سمحت اتصل عليك. انا قاعد ارسل. يا واخر بس اقطك بحر الحين. هذول الناس الحسودين، هذول الحسودين ما يبون نصطاد. افا افا ولا ما افا؟ لا لا مو طيبة. من هنا ابو حلا؟ ها؟ جيب الشراع شوي. يزم يسار؟ ايه. ليه؟ تيار يسار قوي. هذا نقول بسم الله وعلى الله. ودي طاح السلس، طاح السلس. ما يخالف ما يخالف. يلا برزقتها يا رب. الحبيب بحر الحين قاعد يرسل لي عصاتي، الله يعطي العافية. ودي ودي. هذه كان عادة الحبيب اللي ضربت عليه. ما شاء الله كافو 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 يا رعد كان عدا. والحبيب اللي سحبها ما شاء الله يعطي العافية بحلا. ما شاء الله حجم الله ما شاء الله. تدري شنو مزينها؟ سيف فيشنج بس. هذه اي ولا هي ما ماش خلك تتعلم. يلا على البركه على البركه. يلا فالك الاكبر منها ان شاء الله الجايات بعد.